مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم، لقاء جديد وحلقه جديده من حلقات الاهلي ليله ومتابعتنا لكل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي، سواء كنا بنتكلم على مستوى كره القدم او عن ارتباطات النادي الاهلي في كره القدم محليا وافريقيا، او بنتكلم عن الانشطه المختلفه والخطوات الخاصه بالتطوير في كافه الاتجاهات، ومنها بالتاكيد ما يتعلق بلائحه النظام الاساسي في النادي الاهلي والجهد الكبير المبذول من اجل الوصول والتفاعل والتواصل مع كل القطاعات داخل النادي وكل محبي النادي الاهلي وكل الخبرات التي يمكن ان تضيف الى الرؤيه وتصل الى افضل نتيجه ممكنه في الجمعيه العموميه الخاصه باعتماد وبالنظر في لائحه النظام الاساسي. بسعد بوجودي مع حضراتكم وبصحبه حضراتكم على مدار 3 ساعات من 7 مساء وحتى 10 تمام 10 مساء ان شاء الله بتوقيت القاهره، وايضا اسعد بصحبه زملائي الاعلامي شريف فؤاد، واسعد ايضا بوجود ومشاركه كل من زملائي امير هشام وعمر ربيع ياسين، وتغطيه وقضايا مختلفة ومتنوعة وحوارات متعددة مع ضيوفنا في استوديو الأهلي الليلة هنتابعها النهاردة مع حضراتكم على مدار 3 ساعات. عندنا أكتر من خبر مهم، لكن خلوني أرحب سريعا وأنتقل لزميلي أمير هشام ويقول لنا أيضا بعض الأمور وبعض التفاصيل عن لقائنا مع حضراتكم النهاردة. مساء الخير يا أمير. يا مساء الفل عليك يا أستاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قنوات الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة نتكلم فيها عن عديد من الأمور اللي بتخص كل أعضاء وجمهور النادي الأهلي في كل مكان. لكن في الحقيقة النهاردة عندنا العديد من الفقرات المميزة زي ما قال الأستاذ محمد الجندي، معنا بعض الزملاء سواء أستاذ شريف فؤاد وأيضا عمر ربيع ياسين، بعض الفقرات اللي هتكون مهمة جدا وتهم جمهور الكرة المصرية بشكل عام وجمهور النادي الأهلي بشكل خاص. لكن في البداية خلينا نتكلم يا أستاذ محمد عن مباراة المنتخب امبارح، وكانت مباراة أكثر من رائعة سواء من الناحية الفنية أو الناحية التهديفية كمان. منتخب مصر قدر أن هو يفوز بالأمس بنتيجة 6-0، انطلاقة مهمة وبداية مهمة جدا لمستر أجيري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر في ظل تألق عدد من اللاعبين، حتى لو منتخب النيجر مش بالمنتخب القوي او المنتخب اللي يخد او اللي ممكن نقيس من خلاله مستوى المنتخب المصري في حقبه جديده جدا مع مستر أجيري، لكن اعتقد البدايات دايما بتبقى مهمه يا استاذ محمد. انا متفق معاك واعتقد هيتفق معاك كمان كل مشاهدينا اللي سمعوك دلوقتي يا امير، لانه بصرف النظر عن مستوى المنافس في هذه المباراه الكل متفق على ان فريق النيجر مش الفريق الاقوى او المنافس اللي على مستوى خبرات وقدرات لاعبينا وجهازنا الفني ومنتخبنا الوطني بشكل عام، لكن بالمقارنه بالفترات السابقه كنا احيانا بنتعثر وبنقدم مستوى يعني مش على المستوى المطلوب او على حجم قدرات وقيمه وخبرات لاعبينا وجهازنا الفني في الفترات السابقه، وكنا بنتعثر وكنا بننزل لمستوى فرق اقل منا فنيا وفي التاريخ والخبرات وامكانات اللاعبين وقدراتهم وخبراتهم الاحترافيه ايضا. عشان كده بنقول زي ما قال زميلي امير هشام ان الامر مختلف، الانطلاقه اكثر من مبشره وفي عناصر وامور ومؤشرات جيده جدا في الجهاز الفني الجديد ورؤيته وتجديد صفوف ودماء المنتخب ومحاوله الوصول لمتوسط أعمار أقل في عدد من اللاعبين، واكتشاف كمان عناصر أو الدفع وإعطاء أو منح الثقة لعناصر ما كانتش بتحصل على فرصتها الفترة اللي فاتت، ومنهم من ظهر بمستوى أكثر من رائع وكأن عنده أو عهده بالمنتخب كأنه شارك في عدد كبير من المباريات، وده هنتكلم عنه باستفاضة كمان يا أمير النهاردة مع ضيفنا في استوديو الأهلي ليلة الكابتن رمضان السيد. اكيد طبعا، لكن بما اننا بنتكلم عن المنتخب ففي بعض العناصر المهمه اللي تالقت خلال مباراه الامس وبتحديد لاعبي النادي الاهلي سواء مروان محسن اللي احرز الهدف الاول، ادى اداء جيد ورائع وخصوصا ان هو ما بيشاركش الفتره اللي فاتت خالص مع النادي الاهلي، فده شيء مبشر بالنسبه لصفوف فريق النادي الاهلي. ايضا نفس الحال بالنسبه لايمن اشرف وصلاح محسن اللي ادوا مباراه اكثر من رائعه، وكلهم في الحقيقه جابوا اهداف لمنتخبنا الوطني. مش بس لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي بتهمنا وبيهمنا كمان مستواهم عشان الفترة المقبلة مع الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالتحديد، والهدف الأساسي بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. لكن أيضا في بعض العناصر المميزة جدا اللي ظهرت بالتحديد علي غزال المحترف في الدوري الكندي وعودته لمنتخب مصر، أدى مباراة بشكل جيد جدا. أيضا باهر المحمدي لاعب جيد جدا، لاعب نادي الزمالك كمان طارق حامد في الحقيقة عمل مباراة أكثر من رائعة. فيعني معظم اللاعبين اللي شاركوا في مباراة الأمس بخلاف طبعا صلاح والنني اللي عملوا مباراة كبيرة جدا، لكن في كل الأحوال نتمنى كل
التوفيق لمنتخب مصر لما هو قادم من تحديات هامة جدا للكرة المصرية بشكل عام وتحديدا المنتخب المصري، وبكل تأكيد كمان جماهير الكرة المصرية اللي خلاص سقف طموحها عالي جدا بعد تأهل منتخب مصر مؤخرا لكأس العالم السابق. فبالتالي احنا عندنا تحديات سواء بطولة الأمم الأفريقية إن شاء الله في حين التأهل ليها، وأيضا التأهل إن شاء الله لكأس العالم 22. فبالتالي إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. لكن في قضية أخرى وجزئية أخرى وهي خاصة بمباراة الأهلي وحرية كوناكري يا أستاذ محمد، والمقرر ليها إن شاء الله مباراة العودة اللي هتكون يوم 22 من الشهر الجاري. يعني خلال الساعات القليلة السابقة البعض كان بيتكلم على إن المباراة هتكون في استاد برج العرب، تم الموافقة الأمنية بحضور 60,000 متفرج من جمهور النادي الأهلي في استاد الجيش ببرج العرب. لكن في نفس السياق الكاف مرضيش إن المباراة تقام هناك، وده بسبب إن عدم حضور الجماهير مؤخرا في استاد برج العرب وما بيروحوش بالشكل المطلوب. ومن شروط الكاف إن يكون 75% من سعة الملعب أو من سعة الاستاد اللي هيستضيف أي مباراة خاصة بالمباريات الأفريقية، 75% يكونوا حاضرين في هذه المباراة، ويسمح أو يسمح لجماهير الفرق بشكل عام اللي بتشارك في البطولة الأفريقية إن هو يكون متواجد 75% من سعة الاستاد. الكاف يمكن رفض هذه الجزئية وطلب إن المباراة تقام في ملعب يكون أصغر شوية من استاد برج العرب عشان يكون فيه جمهور متواجد بالشكل المطلوب والشكل اللي بيتمناه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. دي قضية أو جزئية يعني لسه بيتم دراستها، لسه مش عارفين الأمور هتستقر على إيه. لكن أنت شايف هذه الجزئية بالتحديد إزاي يا أستاذ محمد؟ أعتقد يا أمير أنه الأمر هيستقر على الاستجابة لمطالب الاتحاد الأفريقي اللي كمان بتتماشى مع رؤية النادي الأهلي، وإن كان هذا الأمر لم يحسم بعد. لكن الأخبار الموجودة قدامنا حتى الآن بتقول أنه الكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة في الفريق الأول أكد أن النادي استقر على استضافة استاد السلام لمباراة الأهلي وحورية كوناكري الغيني، وهذا هيكون إن شاء الله في إياب دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال الأفريقي لكرة القدم، وأنه في رؤية طبعا النادي الأهلي حريص على الاستفادة بدعم ومؤازرة جماهيره في تنسيق مع كل الجهات القائمة على إدارة أمور كرة القدم في مصر، وبالتأكيد كمان الجهات الأمنية ووزارة الداخلية وكل الجهات القائمة على تأمين الملاعب والاستادات من أجل زيادة حجم أو نسبة الحضور الجماهيري من مباراة لأخرى وبشكل تدريجي. وده بيتماشى مع رغبة النادي الأهلي اللي كان عبر عنها بقوة وبشكل أكثر من رائع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة في الاجتماع اللي تم مع وزير الرياضة وجمع رؤساء أندية الدوري الممتاز المصري. النادي الأهلي بيقول إن عندنا القدرات ورؤية مجلس الإدارة إن مصر تستطيع، عندها الخبرات وتستطيع أن تعود لسابق عهدها في حجم الكثافة الجماهيرية والحضور الجماهيري، وإننا تخطينا المراحل السابقة اللي كان فيها يعني قدر كبير من الاضطرابات السياسية والأمنية كانت بتصعب مهمة التواجد بكثافة أو الحضور الجماهيري الضخم في الملاعب والاستادات. إن شاء الله تتوافق رؤية النادي الأهلي مع المسؤولين في اتحاد الكرة مع الخطاب اللي تم إرساله عن طريق الكاف أو الاتحاد الأفريقي لتكون المباراة فيها استفادة قصوى برغبة الجماهير في مؤازرة فرقهم وفي مقدمتها طبعا النادي الأهلي المصري، أفضل من يمثل الكرة المصرية عربيا وأفريقيا ودوليا. وأعتقد يا أمير أنها نستقر في النهاية على الأقرب هو إن شاء الله أنه يكون استاد السلام، ولكن سيعلن رسميا طبعا هذا الأمر في حينه. أهم شيء يعني سواء استاد السلام أو استاد برج العرب، أهم شيء هو حضور جمهور النادي الأهلي لهذه المباراة الهامة. احنا عارفين مباراة الذهاب إن شاء الله هتكون في غينيا يوم 14 يعني يوم الجمعة القادم، هتكون مباراة مهمة جدا إن شاء الله الفريق يحقق فيها نتيجة إيجابية عشان تسهل المأمورية شوية في مباراة العودة اللي إن شاء الله تكون يوم 22 سبتمبر الجاري، سواء بقى هتكون في استاد السلام أو في استاد برج العرب. رغبة النادي الأهلي إن هي تكون في ملعب السلام، لكن الأهم دايما هو حضور جمهور النادي الأهلي في مرحلة مهمة جدا 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 في بطولة دوري أبطال أفريقيا. وإحنا أكيد كلنا بنتمنى النادي الأهلي يقدر يستعيد هذه البطولة ويضمها لدولاب بطولات النادي الأهلي، بقالنا فترة ما بنشوفش بطولة دوري أبطال أفريقيا. فالرسالة المهمة جدا لكل جمهور النادي الأهلي هو مساندة الفريق بكل قوة، لأن الفريق أكيد محتاج الجمهور خلال هذه المرحلة الهامة الحالية سواء في بطولة الدوري أو بالتحديد كمان في بطولة دوري أبطال أفريقيا. فبشكل عام إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المرحلة الهامة. لكن نخش في حلقة النهاردة بقى أستاذ محمد. قبل ما نتكلم كمان زي ما قال أمير زميلي أمير هشام عن تفاصيل حلقة النهاردة، كمان جدير بالذكر أنه في تأكيدات على الخطاب اللي تلقته إدارة النادي الأهلي متمثلة في المدير التنفيذي العميد محمد مرجان اللي أكد أنه
وضح الاتحاد الافريقي لكرة القدم رغبته في عدم تكرار ما وصفه بالعزوف الجماهيري في مباريات سابقة في الفترة الأخيرة. كان يرى المسؤولون في الاتحاد الافريقي انها تستحق حضور جماهيري اكبر. وقال الاتحاد الافريقي ايضا في خطابه ومراسلاته مع الاتحاد المصري لكرة القدم ومع إدارة النادي الاهلي انه حريص على الا تقل نسبة الحضور الجماهيري في اي مباراة دولية بين النادي الاهلي وممثل ايضا لاي دولة اخرى تنافس في البطولة الافريقية او بطل افريقي آخر يواجه الأهلي في أحدى الأدوار أو في دور من الأدوار أو أحد أدوار البطولة ومراحلها المتعاقبة، أنه لا تقل هذه الساعة عن 75% حسب رؤية الاتحاد الأفريقي من ساعة الاستادات اللي بتستضيف أي لقاء. عشان كده قال الاتحاد الأفريقي أو قال لا يمكن الاستمرار في التواجد في ملعب برج العرب في الفترة المقبلة حسب رؤية المسؤولين طبعا في الاتحاد الأفريقي. ولسه هنشوف ردود الأفعال والتنسيق مع الإدارات المصرية المختصة بالأمر ومع إدارة النادي الأهلي كيف نحقق النتيجة المرجوة والمأمولة في الفترة الجاية، سواء كنا بنتكلم عن استضافة استاد برج العرب أو أي استاد آخر، استاد السلام أو أي ملعب آخر من الملاعب المصرية للقاءات والارتباطات الأفريقية. لأنه بيقول أنه رؤية الاتحاد الأفريقي أنه لابد كحد أدنى من وجود 75% من ساعة الاستاد، وهنشوف ما تستقر عليه الأمور إن شاء الله في الفترة اللي جاية. هرجع سريعا لزميلي أمير هشام وينوه لحضراتكم عن أهم الفقرات وعن محتوى لقاءتنا المتعاقبة اليوم من خلال الأهلي الليلة. طيب أكيد النهاردة عندنا العديد من الفقرات الهامة جدا في برنامج الأهلي الليلة. الفقرة الأولى هتكون مع الأستاذ محمد الجندي اللي هستضيف فيها الكابتن الكبير كابتن رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق. الفقرة الثانية إن شاء الله هكون معاكم بعد أو بعض التقارير الخاصة بلائحة النظام الأساسي بالنادي الأهلي، وعارفين الجزئية دي مهمة جدا وقضية مهمة جدا بالنسبة لكل أعضاء وجمهور النادي الأهلي بشكل عام، هنتكلم فيها بتفاصيل كتيرة جدا. أيضا الفقرة الثالثة هتكون مع الأستاذ شريف فؤاد واللي هستضيف الأستاذ وليد الفيل طبعا عضو النادي الأهلي. الفقرة الأخيرة هتكون مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين وهي خاصة بالكرة العالمية والأخبار العالمية المختلفة في جميع طبعا الدوريات بشكل عام. الفترة دي في توقف بسبب الأجندة الدولية، لكن هنشوف أيضا أكيد بعض المباريات اللي أقيمت سواء في تصفيات الأمم الأوروبية أو تصفيات الأمم الأفريقية، فبالتالي هتكون فقرة مميزة جدا مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين. لكن الفقرة الأولى إن شاء الله زي ما قلت لكم هتكون مع أستاذ محمد الجندي، هستضيف فيها إن شاء الله الكابتن الكبير كابتن رمضان السيد، ودي هتكون إن شاء الله بعد فاصل. استنوا.